نبقى بموضوع داعش ولكن تحديدا في الرقة معقله في سوريا، ونعود للقامشلي. ينضم إلينا منها عبر الهاتف العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا سنتحدث عن الرقة وآخر تطورات فيها، ولكن قبل لنكمل ما بدأناه فيما يتعلق بالحشد الشعبي، قلت بأنه لا يوجد تقدم، لن تتقدم أكثر من الحدود، كنت تقول، بس لننهي هذا الشق على الحدود، إلى أي درجة هناك مخاوف من هذا الحراك، من هذا النشاط المفرط كما يوصف بهذه الأيام؟ طبعا يوجد نشاط، هم تقدموا ليس في قرى أو مناطق نسيطر عليها كقوات سوريا الديمقراطية، هم تقدموا في مناطق كان يسيطر عليها داعش وقام نعم فقد الحدودي والقرى المحاذية، ولكن الآن لا يوجد غير موجود دين ب يعني تقدم وقف، ولا يوجد بأي تحركات عسكرية داخل الأراضي السورية. طيب بموضوع الرقة نتحدث عن هذه الحرب، حرب وجود هي بالنسبة لداعش في هذه المدينة، وأنتم 3 كيلومترات تفصلكم، أي تطورات إضافية ممكن أن نتعرف عليها بهذه المعارك عن هذه المعارك؟ الآن نطبق الحصار بشكل كامل 2 كيلومتر فقط وليس 3، ويوجد قوات عمليات خاصة، وكذلك أطبقنا الحصار بشكل كامل على مدينة الرقة، ونتوقع الهجوم خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة حسب ما يتم الاتفاق عليه مع قوات التحالف وغرفة العمليات الخاصة. ما الذي يتم تنسيقه الآن مع قوات التحالف؟ وموضوع استهداف واعتراف التنظيم بمقتل قيادي البارز تركي بهذه بالرقة، كيف يساعد؟ إلى أي درجة هو مهم هذا التنسيق فيما يتعلق باستهداف قادة هناك أيضا في تقدمكم؟ أولا تركي البن علي لم يقتل وهو موجود الآن في ليبيا، تم نقله من سوريا إلى ليبيا ويقاتل ضمن تنظيم داعش، هو المنظر للتنظيم في داخل ليبيا. أما فيما يتعلق بالموضوع الآخر بالنسبة لتنظيم داعش، هو منهار تماما في الرقة، والتنظيم بشكل كامل لم يعد يملك القوة ولا حتى قوة التخطيط كما كان في السابق. أحيانا عمليات الانسحاب يتم تدمير قوافلهم من قبل قوات التحالف، وأحيانا يتعرضون لإلقاء القبض من قبل قواتنا. طيب موضوع النازحين ماذا نعرف عنه، عن أوضاعهم، عن الأرقام؟ بالنسبة للنازحين يوجد مخيمات خاصة للنازحين، وتقوم مؤسسات وهيئات تابعة للإدارة الذاتية في لدينا بتأمين كل ما يلزم لهم فيما يتعلق بالمواد الغذائية وكذلك الرعاية، وطبعا الأعداد كبيرة الآن يوميا، نتحدث عن مئات 4000 إلى 5000 يعني يوميا. الآن لا بالآلاف حقيقة، بالآلاف في هناك نزوح كبير بالنسبة من مدينة الرقة إلى المناطق المحررة التابعة لنا وخاصة المخيمات. أنا أشكرك جزيلا سيادة العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف من القامشلي.